شوف المصافي، هذا قاع هذا قاع جولاي، شوف هنا السهم مدقر، شوف مع انه بيحاول اثناء الجلسه يطلع لكن بيرجع يختبر. هذه المنطقه مره مهمه في المصافي، قاعد يحوم حولها اللي هي 78 70 79، مقفل 78 70 عند الخط، شايفين عند خط 7. اي ما انت عارف هو قاعد يصرف ولا قاعد ياخذ استراحه محارب. المنطقه دي محور مقاوم، ان كتب الله وشق الطريق على طول عينك على متوسط ال 50. يعني اي واحد يسألني أبو محمود المصافي بتسعة وسبعين وين مقاومته، ليش تسألني؟ روح شوف متوسط الخمسين كم يقرأ، هتلاقي 82، هذه مقاومة المصافي، هذا هدف المصافي، يعني هذه المقاومة الرئيسية القادمة. طيب المصافي بيلعب تحت 78 70، خلاص عينك على 76، هو هذا قمة فرعية اخترقها السهم وودته للمناطق دي. لو رجع تحت 78 70 يعني حيرجع يختبر 76. وطبعا يا شباب هذه دعم، وفي دعم رئيسي، لا يمكن سهم يطلع بالشكل ده ويرجع يطيح تقبل يكسر ترنده مرة تانية. تعرف إيش يعني لما يرجع المصافي يكسر مناطق زي 73 المرة الجاية؟ يعني حتى القاعدة اللي انت ارتديت منه من 67 ممكن تكسر، ممكن تشوف أدنى جديد في الفترات القادمة، أو تروح لنفس القاع تسوي قاعين متجاورين. لذلك الآن في الدعوم نحاول ننتبه للمسارات اللي طالعين فيها، وفي المقاومات عيننا على الأشياء المكسورة السابقة اللي هي زي المتوسطات والقيعان المكسورة للموجات. شوفوا كل موجة تلاقوا فيها قاع ارتد منه السهم، قاع ارتد منه السهم. شوفوا هنا لو لعب المصافي في المنطقة دي، شوفوا القاع اللي كسره هنا قريب 83، قريب المناطق دي المحور ده، يصير على طول انت تفكر في المحور ده بعد اختراق متوسط الخمسين. هذه كلها مطبات حصل فيها تداولات في عالم تعلقت هنا، عشان كده نتحسب حسابك كل ما ترجع اي دعم انكسر تتوقع انه في ناس تعلقت، ممكن يواجه السهم مقاومة. هو يواجه مقاومة ايش؟ مقاومة ناس تبغى فلوسها، تقول لك جاني راس المال او انا ابغى اتخارج مع السهم، فيحسب حساب المضارب عند المناطق دي، مناطق تتحول مقاومة.